تدبرت عليك 50 مليون مش حتى سمكة ولا ديال، تدبرت عليها مي والله ما احتاجش، ما احتاجش راه الكونسوليه. قلت كيحط لها غير 20 مليون، قلت لك حطها ويجبد هذاك غير الفيديو ديالك بدا ويرجعها. ماشي مشكل، غير هو حاول دير 100%، حاول دير 100 من كسر الالف، شويه من داك الشيء اللي كيطلبوا. يا دير انت باش تقبل، ما تندمش، من بعد. والدراري نهار ديال الكونسوليه حاولوا توجدوا راسكم مزيان، الدراري مسكين اللي انا دابا في كازا ديك هو اللي كان جيت عنده باش نمشي ريدي 100%، ما نقصني حتى شي اوكي حاجه. سو عين عين يعني من بعد ما صيفطت لك الشروط وداك الشيء، انت شنو درتي من بعد؟ قلتي لها بلي انا موافق وصيفطت لك لا تخلص وعصبت الاي 20 في داش، اسفك باغ ميل خلاص ديال القنصليه. كل اي 20 فيها واحد الاي دي نمبر ديال المدرسه ديالك، غاتمشي تدخل المقال الاخر، غاتمشي تشكل اي واحد الكونت، ما نبقاش نعطي لي ديتاي، قلبوا الدراري شي ساعه غاتمشي تشكل اي كونت في الاخر ديال القنصليه، في واحد السيت ديال القنصليه تشكل اي واحد كونت وتسمى كاين فيه لي زيتا. اول حاجه كاين عندنا 160 بالونغلي 160 دي اس، نوعا ما الاكسنت تكون دوس دي منه ياك. كيف عندنا الدي اس ميشن السي حنا؟ ميشن حنا 160، يا 160 تقرايه يا اتعمر اتعمر هذا بحال اونكيت. حاول دري تكون، حاول تكون اونست، لان داك الشيء شوف خوتي دابا تيقولوا فاش قالوا 50 مليون قالك فقدنا الامل. لا صاحبي هو راه هو بغى يحط 50 مليون، لا 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 بغي له فالو فيك، راه تقدر تحط غير 15 10 20. بلاتي بلاتي خويا سفيان، راه ما تستوعبوش بان انا ما احتاجتهاش، حطيتها على والو كدايه معايا. ما طلبوهاش في الكونسوليه والله، ما طلبوها مني. واش راك تكره تسخر من الله؟ كي يقدر الله الغرض، ما طلبت ما احتاجتهاش. ماشي ما تقصدش امام الدراري، واخا يجي 20 مليون واخا غير انت حاول تقلب الشروط مالك، ولكن تكره حطيت 50 مليون ما احتاجتهاش. بكل بساطه ما احتاجتهاش، حطيتها وما احتاجتهاش. فهمت انا كيف قلت لك؟ راه تقدر تحط غير ديك الشروط ديالو، ما ديك 7 مليون وكا ولا 8 ولا 10 كاع، انت غاتجيبهم هو قالك ما طلبولوش. كاين دي سيكول كيطلبوا 7 مليون، كاين ما نقولش كلشي، كاين كاين قلبوا. ما لقيتش انت سان دييغو، انا بحالي انا مشيت لسان دييغو، كنت سير نورث كارولاينا، سير الولايات الصغيره تلقى فيهم شروط اقل. علاش؟ لان ديك 7 مليون راه فيها الليفن اكسبنسز، يعني الرينت وداك غتلقاهم محسوبين. هادي 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 ها شحال هما شنو تيحاولوا؟ تيحاولوا انهم يوصلوا انك ما غاديش تخرج تخدم. واغلبيه راه شوف لي زيكول بالعربيه، لي زيكول راه باغيين يقبلوا الناس، باش تكون واضح لي زيكول راه الميريكان طيار باغيين يقبلوا الناس، غيسهلوا عليك غير ما تخافش. دائما تنقول لك كل واحد والكيس ديالو، انا كنقول دابا كنهضر على الكيس ديالي انا كستودنت. عمرت الدي اس 160، بعدها دست ليطاب الثانية اللي هي انني غادي نمشي نخلص الرونديفو، وغادي تخلص السي في اس في. هاد السي في اس في ما غاديش تدخل فيه ديتاي، لان هو تكريا في 11 سبتمبر والدراري في الشيء كيف تنترد كامل يعني من بعد غير باش تفهموا. السي في اس تكريا في 11 سبتمبر والدراري يخدموا عقلهم شنو يعني 11 سبتمبر غيفهموا، ما بقاش ندخلوا بزاف صافي. غتبي هذا تقريبا 360 دولار، 360 دولار اييه 360 دولار. حاول دبروا على، شوف منين تبدا حاول دبر على كارت بونكير انترناسيونال، لان غيستغل الوالدين باباكم مزيان. سيرو بي ام سي بونك، انا استغل، انا استغل واحد اخر في الله كنت فين ما كنبغي نخلص نعطيه 200 درهم. هو العقد ديال شحال كدير كامله؟ 160 درهم في كل بي، كنخلص 160 درهم. ما بغيتش نمشي عند العائله، بغيت نهول على راسي غنمشي. قلت اللهم نمشي نخلص ديك 160 درهم، حيت نمشي نقول لشي واحد. قلت لبعض الناس قال لك معنا، قلت الله يسهل لهم ما عرفتش. المهم قال لك معنا، سولت العائله قال لك معنا، مشيت تخلص ملي غير بدا صاوب كارت انترناسيونال. هادشي ساجا غتحتاجها بزاف د الحوايج، غتحتاجها باش تقطع الطياره باش ما يمشيش ديك خونا في الله داري. عرفتي شحال قالوا لي راجل صحي يقطعوا لي 10000 درهم، 10000 درهم بي 10000 وشي شويه، قطعتها بشحال 7600 درهم. تيضربوا حتى تنقصوا، انا عارفهم هذوك. عرفت تجي تضربك، الدار الاول باش ما عمرتي عاود تدخل المغرب. فهمت. ما سيفتوك الاي 20 وعمرتي ها وخلصتي داك اللي فيز اللي قالوا لك شنو من بعد؟ من بعد كتاخذ رونديفو القنصليه. اه دراري خذوا ستيب باي ستيب باش ما تلفوش. انا دائما كنت كناخذ ستيب باي ستيب المعلومات اللي كنت كنقلب عليهم، المعلومات ديال ديك المرحله اللي انا فيها ما كنخلصش المعلومات. دابا انا حاليا بعد ما انا غادي ان شاء الله بحول الله راني كنقلب على المعلومات اللي انا غادي، ماشي اللي بعد ما ندير جرين كارد الى اخره. صافي الدراري حاولوا اوكي.
رونديفو مع 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 المدرسه، وغتمشي تبدا التحضير ديال الانترفيو. بي ريدي 100%، وخصوصا اذا كان مثلا انت عارف الجامعه اللي انت كتابلاي ليها، ماشي فريم، ما كاينش. انا قلبت الحاجه الزوينه اللي كانت عندي انا هي اللونجلي، فما كنتش كنمشي نقلب غير عند عرب المعلومات، كنمشي نقلب عند الهنود 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 راه عندهم معلومات كامله. فملي كنت كنمشي كندخل نقلب على الهنود، فما كنقلبش غير بلونجلي، تطلع لي هندي، وكنت كنتعاون كنلقى كنلقى هنود كاين هنديين دايرين انترفيو مع مع فيزا اوفيسر على ستودنت فيزا وفيها جميع المعلومات. كيفاش تكون، كيفاش تهضر، كيفاش المشاكل، فيها كلشي. حاولوا تقلبوا مزيان، حاولوا تقلبوا مزيان، حاولوا تكونوا واجدين 100% باش تحيد. من بعد من بعد من عطاوك الموعد في المقابله، يعني في شي مقابله، شنو الاسئله اللي سولوك؟ واخا نمشيو للاسئله، انا كان الاسئله ديالي البيسكس، بيزيك ديال السيت. واخا شنو 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 المعلومات اللي عندك على الاسئله؟ شنو شكون انت؟ شنو باغي تدي؟ غايقول لك شوف غايجيك واحد السؤال حامض، هو اول سؤال شنو باغي تدير في امريكا، وانت عطيه الورق كتكون ستودنت. شنو السؤال كيفاش داير؟ غايقول لك في غادي انت. قلت انا غادي مشيت، انا كنت واش كنجاوب اسئله في الاول، ما كاينش مشاكل، ما كاينش داك اللاك ديال الكونكس اللي عندنا، ما كاينش اللاك، كتجاوبوا على السؤال. وحاول انك السؤال تفهمه، راه الدراري انا براسي بصراحه عاون شي ناس اسئله تفهم، جاوب على السؤال بالضبط، ما تبقاش تدور عليه وتلف 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 وتلف، تتخليه هو شك ويبقى يفكر معك مزيان. اوكي سنت سولك علاش غادي الميريكان وعلاش بالضبط غادي غادي، شكون انت؟ فاش كتخرج شنو كدير دابا؟ شنو غدير من بعد؟ باك امك، هادشي اللي سولوني. خدات الانترفيو دقيقه ل 2 دقائق، قالت لك تسير الله وعطاوك فيزا. Your visa has been approved. مازال عقد عندك ديك الكلمه ديال your visa has been approved. عرفتي خويا خرجت حسن من فما، الله يرحم دار الوالدين اللي كانت كتشوفني. غير نهضر معاها باللونجلي. هلو مسز، ما نهضر ما نهضرش. شكرا بزاف الدراري اللي كتبوا لها ولا شي حاجه، ما مساليناش دابا. شكرا بزاف، ثانك يو مسز اوفيسر. ومورا مورا شحال فوقاش قطعتي الطياره؟ شحال درت باش قطعتي الطياره؟ مشكل انا نقول لك، قالت لي فيزا ابروفد في 3 ايام، في يومين خليت الفيزا من اغامكس من غابة. وفوقاش قطعتي الطيارة شحال داز الشهر؟ لا شوف الدراري، انا واحد الحاجة اللي كنت اللي كنت كنقولها قبيلة، ما عمر قبل ما تاخذ الفيزا هي قبل ما من بعد ما تاخذها. فشوف واخا كنت موتيفي بزاف انني نخرج من الميريكان، وجاتني الاوبرتونيتي من خديت الفيزا، تبدلت الامر. كتبقى تشوف اليوم تتقبل الفيزا هي عندك، ما غداتش بحالك، مي كاين والدين كاين 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 دين. حاول حاول ترى، ما تخليش راسك انك ما تخلي خلي حاول انك تعرف. صافي انا راني خصكم تعرفوا راني قطعت الطياره قبل جوج ثلاث ايام. شوف انا قطعت نهار السبت، قطعت نهار السبت لحد اثنين ثلاثة قطعتها، قطعتها نهار 19 20 راني غادي، لانه كنت لا ثلاث ايام. عرفتي شنو كيقولوا لي الناس؟ هذيك انت كنت كنتقى العائله، لا راك زربان، لا راك زربان. قلت لهم شوف انا بعد اول حاجه قريتها ان المغرب على ابواب انه سد الحدود، فخصني نهرب. الله يعاون، باي باي، صافي سالين. ودايم واحد البلان هذا في الشكال، شوف شحال ما تجيش الفيزا تيقول باغي غير نكريض من غدا. كاين اللي ما تجيش الباسبور الارامكس كيمشي ديريكت لامريكا، مريض ما بقاش باغي يزيد يصبر نهار واحد. كاين المشكله ديالي انا هو انه بصراحه انا هو انا والعائله يعني عكر يا بابا بزاف كاين دور الصاد عامين، وانا كان كان مع القضيه ديالي، ونهار نهار جاتني غنضيعها بيني وبينك عقليه ما صح. ودابا دابا هو دابا انت موجود في الميريكان، دابا شكون اللي يستقبلك هنايا؟ شوف نكون واضح، كل شيء على كبالته، كاين اللي غيستقبل ان شاء الله بحول الله، ولكن ما غادي نكون لكن شي على كبالته. تيقول دابا ما يندار ما يندار العائله القريبه ليا، تيقول لا غيعاونوك، حنا مرتاحين حتى يعاونو. تنقول لهم شوف راه من غدا يكون كيف ما بغى، واخا يكون خويا، تنقولها لهم اقسم بالله، تنقولها لهم، تنقول لهم واخا يكون خويا، غيقول لي انا غنستخب لك، راني دايرها ربما يوقع شي حاجه، دير بلان بي ديالي باش ما باش ماشي نمشي عنده نمشي وما نلقاش شي ونتهرس نتمراجع. هادي ديما كنقولها انا، ديما بنادم يدير واحد الخطه يعني، لا فلك لا خويا بيك الاخر، الاخر كتلقى يعني. واخا انا السيد اللي انا غادي عنده خالي، انا عارفه ما يديرهاش، انا عارفه، والعائله ديالو العائله ديالنا كامله عارفه ما يديرهاش، عارفه السيد يعني. اللي قال لك يعني راه جلس عنده في نيويورك ولا في سان دييغو؟ ما جلس عنده شي واحد غيعاوني في نيويورك السيمانه الاولى، غنمشي في سان دييغو. شكون غيستقبلك؟ مازال ما لقيتش شي واحد.
الدراري اللي كاينين في سان دييغو بالرجوله، الانستغرام ديالها هو، اللي تعرف شي واحد عنده شي روم باغي يكريها يكونتاكتين، راني محتاج ما كرهتش يعني. كان الناس كيقلبوا ليا دابا، انت غادي سان دييغو ما عرفتش شكون اللي يستقبلك، ما عندك حتى واحد اللي يستقبلك. هضر مع ياسين، شوف هضر مع ياسين بوكي وقول له راني جاي وراني محنسر، شوف لي شي كويت في جنابك ولا عطاني شي كريطاي انا كنفرجها. ما نكذبش عليك، كنقدر بان عندي تقريبا واحد 50,000 ابوني، صعيب باش انا نقرا المساج ديالي. اوكي الا ياسين انا نهضر معاه، غير سيفتو انا غنهضر. الدراري اللي نصيهم، الدراري اللي ستيدنت، حاولوا تجدوا راسكم 100% للمقابلات ديال السفارة، ومن بعد ما تاخذوا الفيزا حاول مثلا بعد ما تقول لك ابروفد، حاول تقلب على اقرب نهار باش انك تسافر. لانه شوف الدراري راه ملي كتجي تقرا اللحظه دوتا راه احساس ما خايب بزاف، راه خايب، راه درت معاهم بزاف. اشوف كان قلت لهم السيت ديالك ولا جاش من السيت سميتو ديال اللي فيه ديال القنصليه اللي فيه الجامعات؟ طيب غنشيك ولا بدا نشيك؟ باقي انا نقول لهم وريه التليفون، وريه التليفون. واه حاضر. بس شحال كاين فرق التليفون في الثمن ديال التليفون تما بين المغرب وامريكان؟ كاين فرق يعني كبير. التليفون عندك واش ديكودي ولا لا؟ سامسونج هذا لا غيخدم، انا غير غنمشي لا ماشي مشكل، غير ما بغيتش نخسر فلوسي كامله. لا غيمشي هذاك صاحبك اللي جالس حداك باش كيحس بيك هو غيشوفك قدام امريكان هو مازال في المغرب. دريري راه قاري، دريري قاري فهمتيني، عادي عنده ماشي مشكل. انا قلت له قلت له خذ عنده العام الجاي ان شاء الله الماستر، قلت له خذها ومرحبا بخويا، جيب دفع الفيزا، دبر على خدمه راه ساهله فيزا السياحه، وجي عند خوك دوز معاه واحد الشهر وشهر، مرحبا مرحبا. هو الدري قدامكم راه عندي وجه واحد اللي قلت له هذا رونا غالي غير ما تنساش ان شاء الله في فاش يجي لعندك فهمتيني. هذيك قال لك الله يحفظك، انا نشوفكم الدري السيد وريهم الموقع. واخا دابا هما سحاب لهم غادخل الموقع دير ساين اب بحال كتدخل الفيسبوك وغايقول لك هاك الفيزا. ماشي بس السول، ما كنتش على ماشي بس السول، راه هادشي اللي كنقول لهم، راه هادشي ما ساهل وكان ساهل كون راه جي كلشي جا. نتمنى يكون هو هذا. كتسمع الصوت؟ وايت يس انا سيرتيفيكيت سكو هاي انا لقيتو، ادخلوا سي في بي طريقي دو وريهم قلب التليفون. هانتم هادو جامعات، كل وحده جامعه، كل هادو كاملين جامعات، هادو كاملين جامعات يقبلوا الناس، هادو كاملين. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. يوري غير الرولوفي ديال البنك صافي. ساجور هانتو ادخلوا لهذا الموقع، قيدوا عندكم سي في بي، كتبات نقولها سي في بي خويا باس سيرتيفيكيتد سكول، غير تفنى تليفون صاحبنا سيرتيفيكيتد سكول. هذا من تلقى الجامعه او السكول أو اي سكول اللي تلقاها ادخل، يعني كانت فاليد، الا كانت فاليد صافي سيفط لها وهي سالت لك الشروط ديالها وتبدا تعمر لها هذيك الشروط. صراحه سهل، شوف شي هذه اللي كتبات الدريه هي SIVP certificated school. SIVP yeah. صافي. NUS. دائما تلقاو بون اوك. دراري. باش تعرف المعلومه الصح فعلا مزيان تلقى بون اوك. شنو كتعني؟ شوف هي study in states DHS gov. التليفون بعيد عليا. انا نشعلها في ايباد صافي، راه كتبوها في الكومنتير صافي. شوف راه كتبوها غادي في جوجل ودخلوا لي ديالها، راه هي الاولى صاحبي. ماشي ولا بلاش تكتبوها في جوجل، غاتمشي ليوتيوب هاو كان اي، غاتمشي ليوتيوب غاتكتب هاو كان اي نو ذات ماي، درتها سي اقسم بالله درتها سي صاحبي، هاو كان اي نو ذات ماي سكول كود جيت مي ان اي 20، هكا كتبها غتطلع لك كيفاش غدير. دائما راه هما الدراري دابا راه فاهم، هما غيدخلوا لهادو غيبانوا لهم جامعات، من بعد فاش غيكونتاكتيو الجامعه هما غيقولوا لهم الشروط واش
يعني دوك الشروط كاملين غيبقى معاهم في البروسيس، يعني هادي عمر هادي يسف هادي يستقبل هادي بلا بلا، هادشي اللي كان البروسيس يا وهادشي كامل تيبان لي الواحد يديرو لراسه، وما يحتاج لا ما يحتاجش يمكتب في الرباط ولا شي يمكتب وكيبقى والله ما يحتاج. واشوف اشوف ديرو لراسه اصاحبي، انا قلت لك المشكل تيبان لي بنادم يمشي يشري مكاتب يخلصو زباله فلوس ما كاينش. لاش لاش معاك يا اخويا ديرو لراسه فوقاش شوف فوقاش ما تحتاج ذاك الاخر هي في البريباراسيون، بريباري راسك. شوف شي واحد بريباري شي واحد اللي عنده تجربه في هادشي ديال البريباراسيون ديال 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 سميتو ديال ديال الانترفيوز، ماشي مشكل تدفع له واحد 1500 درهم عطيها له بنادم يخلصها حتى 2 مليون وماشي مشكل، بلا طياره بلا والو. راه ميريكا راه صاحبي رجع لهنا يا صاحبي، راه تزوج دير وراقك تلقاك هاد 2 مليون، 2 مليون تولي تدخلها غير في سيمانه ولا ما كاملاش.